السلام عليكم. اول حاجه منتخب طالعين مزيانين، عندهم ايكيب ان بون ايكيب صراحه، ميم با خاصهم غير شي موتيفاسيون صغيره، و ابري ان شاء الله يكون الخير. كنظن هادشي اللي كاين. اي شوف شوف هذاك الشيء كيبقى غير زهر، حيت ميم با كره كتبقى واخا كاينين لعابه بون ايكيب صراحه، وداروا مجهود كبير، ماشي شي حاجه، داروا مجهود كبير وحقوا نتيجه مزيانه، واخا تعادلوا ومشى لهم ماشي مشكل. ومن بالنسبه للعابه اللي كاينين، كاينين لعابه بون ايكيب ان شاء الله، حكيمي زياش زعما كنظن ان شاء الله ديالنا. ان شاء الله كنتمناو يكون خير، ولكن بالنسبه لما نادوش على زياش واللعاب اللي يعني اختار المنتخب واختار الوطن ديالو وما نادوش عليه، كيبان ليا راه ما غيديروا حتى شي حاجه، حيت شي لاعب كبير، ومع ذلك كنتمناو خير ان شاء الله. كيبان ليا حكيمي اللي مزيان، حكيمي و ما اش نقول لك، يعني واخا ما عنديش درايه بالتشكيله مزيان حيت اغلبيه اللعابه جداد، ومع ذلك كنتمناو خير ان شاء الله. وهذيك كتبقى كره القدم، يعني واخا ضد الجزائر او ضد شي فريق اخر كتبقى كره القدم، ولكن يعني منتخب الجزائر راه كاين اللاعبين اللي كانوا يعني مدوزين عندهم تيتر مع المنتخب ديالهم، غير حنا اللي عندنا لعابه جداد وهذا. ومع ذلك كنتمناو خير ان شاء الله، يعني نتمناو على الاقل نمشيو على النصف النهائي، ولكن زعما باش نديو الكوب لا اظن. بالنسبه للتركيبه ديال المنتخب مزيانين، يعني ما واخا ما مشاش زياش زعما راه كاينين دراري تبارك الله، راه كاينين دراري في مستوى، كاين حكيمي، كاينين بلا ما نسمي كاع اللعابه كاملين، والحمد لله وكاينين منتخبات اللي ما نقولوش قويين عندنا، ولكن حتى حنا عندنا الحظ ديالنا ان شاء الله. ممكن حتى حاجه ماشي صعيبه، ممكن هاد المدرب هاد البارماريز ديالو حاليا اللي كيبان مع المنتخب، يعني الحمد لله ما خسرش ماتشات وفي هاد الكلاس مول خرج كلاسه عالميه مزيان وكلاسه افريقيا مزيان، وكنتمنوا لهم الحظ ان شاء الله، وديما ماروك وفيف ماروك، هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. وبالنسبه للكان ككل، يعني المنتخب الاقوى والمنتخبات اللي مرشحه فوق العاده كيبقى المنتخب الجزائري بالدرجه الاولى، لانه بطل النسخه اللي فاتت، ولكن كنعرفوا الكره الافريقيه ديما كتخرج لينا بمفاجات وكتخرج لينا بكيف ما كنقولوا بامور عكس المنطق. يعني اي منتخب في هذا الكان يقدر يكون عنده الحظوظ ديالو الخلق المفاجاه وكيف ما كنقولوا وخلق الحدث، يعني يقدر يكون هو الحصان الاسود. المنتخب المغربي ما نقدرش نوقفوا على الجاهزيه ديالو الا في المقابله الاولى، هي اللي كتحسم، لان المقابله الاولى كتبقى مفتاح لباقي المقابلات ومفتاح للتاهل للدور الثاني. وبالنسبه للمنتخب الوطني وكيف ما كنقولوا الشغف كان مع الجيل ديال 86 و98 حتى 2004، ما بقاش عندنا منتخب قار وما بقاش عنده واحد التشكيله اللي كتقدر تبني عليها الامل او لا تتوسم فيها انها كيف ما كنقولوا تحصل على انجاز. كنبقاو نتسناو مقابلات ومقابله ما نقدرش نعطيو عليها توقع. راه هذا هو كيف ما كنقولوا الفارق، ما كنقولوش المشكل، ولكن الفارق ما بقاش عندك ذاك المنتخب ديال 6 سنوات او 5 سنوات تشكيله قاره كتلعب مع بعضها 5 سنوات ولا 6 سنوات، ولينا كل سنتين او ثلاثه كنلقاو تشكيله مختلفه على اللي سبقاتها، وكل تظاهره كتلقانا كيف ما كنقولوا بدماء جديده وباختيارات جديده وبمدرب جديد، عكس الاتحاد المغربي اللي كيبقى هو الجامعه كتبقى هي كتبقى راسخه وكيبقى هي كتعطي الاوامر، هي اللي كيف ما كنقولوا اللي خيبت الظن ديال الجماهير المغربيه. وبالنسبه للمنتخب ملي كتلعب على المنتخب راه محتاج كلمه او محتاج كيف ما كنقولوا تنصح لانك تدافع على الرايه الوطنيه على العالم الوطني، محتاج المطلوب منك انك واجب ديالك تاديه تدافع على القميص الوطني، وما يكونش واحد الاستهزاء وما تكونش شي فضيحه اخرى وانتكاسه اخرى للكره المغربيه. بطبع الحال المنتخب الوطني المغربي قوي بالعناصر تاعو، وكنتمنى تكون عاوتاني مشاركه ايجابيه ونحققوا النتائج الايجابيه، ولما لا العبور النهائي والفوز بكاس افريقيا.
أظن أن المغرب دائما يتوفر على أحسن العناصر باش نقارنوا بأن أجوى العناصر داخل منتخب الوطن المغربي. أقول أن هناك أعمدة منتخب لا في حراسة المرمى ياسين بونو أيضا أشرف حكيمي ولا مرابط مياد اللاعب اللي كيقدم مباريات الأخيرة في مستوى جيد ومجموعة من العناصر اللي تقدر نشوفوا لما لا ملحمة 2004 اللي شفنا مع بدر الزاكي ونشوفها اليوم مع وحيد وتكون أحسن من ملحمة 2004 والفوز بكأس إفريقيا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.